بدأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وترأس حسين زين أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر، حيث أكد أن هذا المقر يعد إضافة فاعلة للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو، المستمر في القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال استوديوهاته المختلفة.